تفاقم الخطب والأحشاء تستعر كأنما أضرمت في جوفها سقار، في كل ناحية صوت لنائحة من عينها وابل بالدمع ينهمر. يا رب معتقل طال الإسار به يؤمل النفس أن الحق منتصر. الله يقصم من قد كان طاغية والقيد مهما يكن صلبا سينكسر. مريف حلب الجنوبي، خريج في قسم اللغة الإنجليزية في جامعة إدلب. إنني بدأت بنظم الشعر منذ كنت في الصف الخامس، لكن كتاباتي لم تكن أبدا موزونة، كنت أكتبها على السليقة، فلطالما كان شعري مكسورا. فوجدت أن في شعري ثلما لا بد أن تتجاوز، ففطنت إلى أن الشعر العربي الموزون مقفى كان ينظم على بحر من البحور الستة عشر. فتعلمت البحور الستة عشر في الصف السابع، فمنذ كنت في الصف السابع بدأت بنظم الشعر موزونا مقفى، وإنني أحب أن أنظم الشعر على طريقة العمودية، أي يكون مشطورا شطرين اثنين ويكون موزونا مقفى. أما الموضوعات التي أتطرق إليها فإنها الموضوعات التي أعيشها أنا ويعيشها غيري من أبناء هذا البلد الذي تناولته المواجع بالمدى، فلم تترك منه أثرا، فلم تترك منه مكانا إلا جرحته بمدية مسمومة. أتطرق إلى مواضيع الغربة والتشرد ومواضيع الفقد ومواضيع الحرمان الذي نعيشها ويعيشها كل سوري في هذا الشمال المحرر حاليا بفعل إجرام الطاغية المستبد.